بهدف صقل المواهب من الصغر لدعم فنان المستقبل، افتتح في حلب معرض للأطفال بعنوان غدا فنان، ضم لوحات فنية لعشرين طفل في صالة الفنان محمد زيدان التشكيلية. الهدف من المعرض هي تعزيز الثقة عند الطفل انه انا قادر ارسم، قادر لوحتي تنعرض، قادر حدا يعمل معي لقاء. هي كثير بتعزز ثقته، وانا بحكي من ذهنية فنان تشكيلي بتلامسني انا شخصيا. فكتير يشكروا الاطفال على الشيء الحلو اللي قدموه. الهدف من المعرض في شغلة بين قوسين انا دائما بحكيها، حاربونا برصاصهم فنحن هلا عم نحاربهم باقلام رصاصنا. بالحدث هذا أعمال مميزة للطلب الصغار، فعلا في مواهب واعدة. وبتصور يعني بادرة كويسة من مركز إقامة هذا المعرض لأطفالنا، هؤلاء الأطفال الذي عاشوا في ظل أزمة سنوات الحرب القاسية. أهمية المعرض تظهر في نتاج الأطفال الذين تدربوا على آلية الرسم وفق نماذج محددة، وتكريما لهم كخطوة أولى على درب الإبداع والفن. أنا كتير انبسطت أنه شاركت وهيك، وتعلمت أرسم من شهرين وهيك، وكتير حبيت مهنة الرسم. شاركة بهاي اللوحة، أنا بعرف أرسم من زمان بس جيت على هاي الدورة مشان أتعلم أكتر. شاركت بثلاث لوحات، اللي هن هدول ثلاثة. أول وحدة اللي هي مرأة عجوز، هي مبين أنه هي من رسمة هي حزينة. الثاني رسمة هي طبيعة صامتة، ما بقدر كثير أشرح. الرسمة الثانية هي عبارة عن واحد عجوز كمان، بس التعابير موجودة بالأولى أكثر من الثانية، فهون هو لو حزين ولو سعيد ولو معصب فهو بس كرسمة. أنا بديت تأجلت لثلاث شهور متتالية وتعلمت كثير وصار رسماتي أحسن، وهي كانت رسمة واحدة من رسماتي. هلا هو الشعر طول معي شي يومين، والرسمه لحالها طولت معي يوم ونص. هاي مشارك فيها، هلا انا كنت من زمان بعرف بس هلا جيت على هاي الدوره مشان اتعلم اكثر، وهي رسمت بس ما طولت معي كثير. انا بحب الرسم كثير واهلي شجعوني، وهو وانا من كنت لما صغيره كنت احب الرسم واهلي شجعوني اكثر واكثر. يضم المعرض اعمال الاطفال العفويه التي تحمل السلام والبساطه من خلال ذاكرتهم البصرية وما عايشته خلال سنوات الحرب على بلدنا الحبيب سوريا.